بدأت الفنانة يسرى اللوزي تصوير مشاهدها في فيلم ساعة ونصف تأليف أحمد عبد الله وإخراج وائل إحسان مع 35 ممثل منهم هيثم أحمد زكي وسوسن بدر وإياد نصار وأحمد بدير وأيتن عامر. تدور أحداث العمل داخل قطار تلتقي فيه مجموعة من الشرائح المختلفة في المجتمع. يسرى أكدت أنها سعيدة بحالة النشاط السينمائي التي تعيشها هذه الأيام، فهي إلى جانب تصوير ساعة ونصف يعرض لها فيلم المركب، والأسبوع القادم سيعرض لها أيضا فيلم إذاعة حب، كما أشارت إلى سعادتها بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلمها مايكروفون في كل المهرجانات العالمية التي يشارك فيها، وهو النجاح الذي عوضها عن حرمان مشاهدة الجمهور له بسبب عرضه قبل قيام الثورة بأيام قليلة. يسرى ستتواجد على الشاشة الصغيرة في رمضان من خلال الجزء الثالث من مسلسل لحظات حرجة. يا حبيبتي صدقت انك ابويا بجد ولا ايه؟ لا ايه ده يا امير، ايه ده، ايه ده، ايه الجحر ده؟ ان احنا هيبقى ما بيننا وما بين الموت قد كده؟ خطر، احنا هنا ضيوف عنده. يا عم ان شاء الله روح ما يرجع. اخوانا بالاسلوب ده لا نعرف نفكر ولا ربنا هيكرمنا.